أزمة كورونا وتداعيات الإغلاقات الحكومية ضاعفت من تحديات النساء الأردنيات واللاجئات السوريات اللي اضطروا يستدينوا ليأمنوا مصدر دخل تاني في ظل غياب مصدر دخل رئيسي لأسرهم. يسلط هذا الفيديو الضوء على تجارب النساء والتحديات اليومية خلال الجائحة، لا سيما فيما يتعلق بخسارة الوظائف وتراكم الديون والوصول إلى التمويل. كما تشارك النساء أيضاً توصياتهم نحو التعافي المراعي للنوع الاجتماعي في الأردن. في إطار الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 فيما يخص المرأة والأمن والسلام، أجرت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية أرض والأمم المتحدة للمرأة أبحاثاً شملت أكثر من 600 امرأة لقياس مدى تأثرهم بتداعيات أزمة كورونا. أظهرت هذه الدراسات أن معظم السيدات اللي بيمتلكوا مشاريع صغيرة، سواء مشاريع منزلية أو حتى تجارية أو في قطاع الخدمات، اتأثروا بشكل مباشر من تداعيات الجائحة. شمل استطلاع رأي لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية أرض من خلال مقابلات معمقة مع 11 منظمة من أعضاء تحالف منظمات المجتمع الأردني جوناف، وشمل أيضاً 10 سيدات يملكن مشاريع خاصة. كشفت النتائج أن 98% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيراداتها تراجعت، 91% منها حققت خسائر كاملة في الإيرادات بسبب الإغلاقات. بالأرقام، مثلاً المرأة اللي كانت بتحصل على معدل دخل 500 دينار شهري حصلت على أقل من 50 دينار بالشهر. وثقت هالدراسات إنه مشاريع المرأة هي مشاريع معرضة لتسجيل خسائر مع أي هزة بتعرض لها السوق، وإنها وبسبب وجود معظمها في الاقتصاد غير المنظم هي فعلياً عرضة لتتحول لدين وعبء على نساء كانت بتحاول توفر الاحتياجات الرئيسية لأسرها. كانت النساء من أصحاب الأعمال المنزلية الأكثر عرضة لتوقف وخسارة عملها خلال الفترة الأولى من الإغلاق الكامل بسبب القيود المفروضة على الحركة. مشاريع السيدات تأثرت بشكل كبير خلال أزمة كورونا. معظم السيدات فقدوا إيرادات مشاريعهم بسبب الخوف وبسبب الحظر اللي صار خلال السنتين الماضيات. أوصينا في تحالف جوناف أنه لازم يكون هناك نوع من أنواع الحماية المجتمعية الهم اللي يضمن استمرارية مشاريعها. مش بس بوقت الأزمات، استدامة مشاريع النساء بتواجه تحديات لأنه ما في تشريعات تضمن حمايتهم، خاصة من المؤسسات الإقراض الغير رسمية. من توصياتنا كانت دعم الجمعيات على أرض الواقع لدعم ورفع الوعي السيدات حتى ما يكونوا ضحايا لهذه المؤسسات، ومن الضروري جداً تقديم برامج مساعدات قانونية ومالية للسيدات القائمات على المشاريع. الموضوع لا يتوقف بس عند الدعم القانوني، هاي الأسر عندها مشاريع منزلية صغيرة وهي بتعاني أساساً من هشاشة اقتصادية، فإحنا أوصينا أن الحكومة عليها دور كبير لتعزيز هاي المشاريع المنزلية بتوفير شبكة حماية اجتماعية. إذا قررت تعمل حظر عليها توفير المواد الأولية لهذه المشاريع، إطلاق منصة إلكترونية لتسويق المنتجات الخاصة بهذه المشاريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة للدعم المالي أوصينا الحكومة أيضا أن تكون مسؤولة عن دعم برامج مهارات توظيف للنساء المتزوجات والعاطلات عن العمل، وذلك للحد من الأثر الذي خلفته جائحة كورونا على الأسر. كما على الحكومة مسؤولية أيضا على مؤسسات المجتمع الدولي مسؤولية، حيث أننا أوصينا بضرورة تمديد الفترة الزمنية للمشاريع التي تمتلكها السيدات حتى نضمن استدامة هذه المشاريع، وكمان أوصينا بضرورة إقامة برامج مساعدات نقدية لهذول السيدات، مع ضرورة توفير برامج وتطوير المعرفة الإدارية والمعرفة المالية لهذول السيدات حتى كمان أيضا نضمن استدامة هاي المشاريع. وبرضو في عنا مسؤولية على منظمات المجتمع المدني اللي بتديرها نساء، مسؤولية للمناصرة الجمعية. أوصينا منظمات المجتمع المدني بضرورة بناء قدرات مؤسسية من خلال التحالفات والتشاركات في جميع المجالات. لنأكد على ضرورة تنفيذ التوصيات اللي خرجنا منها من خلال تواصلنا مع السيدات المالكات للمشاريع المنزلية. أقمنا المؤتمر لنقدر نوصل أصواتنا لصناع القرار. العمل غير المنظم، ولتعزيز الحوار وتوحيد الجهود بين كل الأطراف سواء مع الحكومة أو المؤسسات المانحة أو منظمات المجتمع المدني، نظمت مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية أرض لقاء بيجمع كافة هذه الأطراف مع رائدات في المجتمعات المحلية لرفع التوصيات الختامية ومناقشتها. جميع أعضاء تحالف جوناف اللي فعلا يعني
كان وجودهم وأثرهم خلال فترة الجائحة ومنذ بداية الحظر متميز ومؤثر، ليس فقط في الخدمات المباشرة التي تقدم، ولكن جهد مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية بالتعاون مع هذه المؤسسات لأيضاً الضغط والحشد والكسب وكسب التأييد حول القضايا وتقييمها وفهمها. The COVID pandemic has showed us that women-led CBOs have a crucial role in responding to immediate needs and crises. They can influence policy making at the community level, they can inform and make advocacy at the national level, and they can raise awareness among the donor community. And this project, implemented by the ARDD and UN Women and supported by the Joanna Pooled Fund donors, Canada, Norway, Finland, Spain and the UK, is an important contribution. هاي التوصيات اللي استمعنا إلها من قبل السيدات شملت أيضاً ضرورة العمل على تنظيم أسعار الفائدة في مؤسسات التمويل الأصغر للمقترضات النساء للبدء بمشاريعهم، حيث تصل نسب هذه الفوائد إلى أرقام مرتفعة قد تجعل من كل سيدة اليوم غارمة. بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الإعصار الأردني 21 لعام 2018 بحيث يمكن المقترضين من إعادة جدولة قروضهم دون لجوء مؤسسات الإقراض للتقاضي. منذ عام 2019 عمل فريق منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية أرض بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ورياديات تحالف جنيف لدعم سيدات الأعمال المحليين والمعيلات وتعزيز بيئة أعمال مواتية للنساء لتحسين ظروفهم الاقتصادية ولمعالجة الهشاشة المتزايدة بسبب كوفيد-19.